نظمت المديرية اليوم ندوة إقليمية تندرج في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدارجة. كانت عدة مداخلات قيمة في الموضوع مع الشركاء في هذا المجال، وقدمت المديرية عرضا شاملا موجزا حول السياق العام لإنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار حقوقي تشريعي متين يؤسس لهذا البرنامج. أيضا سياق مشروع انخراط المديرية الإقليمية والحصيلة، أيضا الإطار المفاهيمي المرتبط بهذا بالتربية الدامجة كمقاربة تربوية تراعي التنوع وتؤسس لفلسفة مجتمعية يندمج فيها الجميع ويجد فيها أي فرد من أفراد الوطن مكانه داخل هذا المجتمع. العرض كان يقدم حصيلة إحصائية كمية وكيفية وأيضا انتظارات لتفعيل هذا المشروع على صعيد المديرية مع شركائها المنخرطين في البرنامج، ثم سبل تفعيل وتتبع وتقويم هذا البرنامج على صعيد الموسم الدراسي. النتائج المنتظرة بخصوص هذا المشروع تندرج في ثلاث محاور أساسية: مستوى التكوين، نطمح إلى تكوين الأطر الإدارية والتربوية والتقنية في هذا المجال. على مستوى الإشعاع والريادة، هناك يعني ندوات مفتوحة وحملات تحسيسية تنخرط فيها المديرية الإقليمية مع جميع الشركاء الجمعيات المجتمع المدني الموجودة في المنطقة، وأيضا مع يعني الأطر الإدارية والطبية وشبه الطبية في هذا المجال.